يحدث خلط كبير ما بين أو في أوساط العالم العربي والإسلامي حول بعض الكلمات مثل الروهينجيا أو بورما أو أراكان أو ميانمار. لابد أن نوضح الفرق بين هذه الكلمات الأربع. يعني ميانمار هي اسم مكان تشير إلى جمهورية اتحاد ميانمار التي تقع في شرق أسيا، وهي عبارة عن دولة عرقية تتكون من عشرات العرقيات تصل إلى حوالي 140 عرقية. أما بورما فهو الاسم القديم لهذه الدولة والتي عرفت به لمئات السنين إلى أن تم تغييره عام 1989 بموجب قانون أصدره القائمون على حكم هذه البلاد آنذاك. أما أراكان فهو أيضا اسم مكان لكنه يشير إلى مملكة أراكان، والتي كانت مملكة إسلامية مستقلة عرفت الإسلام في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد، وبدأ الإسلام ينتشر ويتسع فيها إلى أن بدأ يحكمها حكام مسلمون من عام 1430 من الميلاد حتى عام 1784، حكمها تقريبا 48 حاكم مسلم. أما الروهينجيا فهي تشير إلى عرقية المسلمين الذين يمثلون السكان الأصليين لمملكة أراكان، والتي تحولت فيما بعد إلى ولاية من ولايات بورما، وبالتالي هم أيضا يمثلون السكان الأصليين لهذه المنطقة أو هذه الولاية أو هذا الإقليم.